العقل الباطن البدائي للإنسان العصري. كلمات نضال الهمالي. الإلقاء نضال الهمالي. كعادتي أمسك قلم الريش وأبدأ بكتابة التفاهات كما يسميها الإنسان العصري والحديث، الذي أصبح جثة هامدة لا روح فيها ولا حبا ينبض في أعماقها، وقلوبهم ليست إلا مضخة للدم هدفها جعل جثتهم تعمل ولو قليلا ليس إلا، وكيف لا، وهدفهم جمع المزيد من الأوراق النقدية المصنوعة من أوراق الأشجار التي تنمو في الطبيعة. وتذكر أن جل صراعاتهم بسبب تلك الأوراق التي أتت من الأشجار، فيكافح من أجل جمعها حتى يحظى بحديقة من أوراق الأشجار في حسابه البنكي وبيته، ولكن لم تنمو ولو زهرة واحدة في كينونته الجافة التي لم تهطل عليها أمطار الحقيقة. فالإنسان العصري يرتدي نظارات شمسية حضارية، ولكن جبينه ملطخا بالتراب لأن جسده لا يزال يسجد للأصنام القديمة الموغلة بالعادات والتقاليد الوثنية. فالإنسان العصري يبدو مثقفا وبابه مفتوح على نطاقات واسعة، إلى أن ديكور بابه قديم ونطاقاته الواسعة ليست أكثر من تقليد خزعبلات الأجداد التي أكل عليها الدهر وشرب. فربما يكون رجل اقتصاد أو رجل أعمال كبير فتظن أنه مثقف وذكي، إلى أن عقله لا يزال بدائيا ولا يزال يشعل النار بحجر الصوان، ولا تزال قدمه تذهب إلى بيوت العرافين وهراء السحرة الذين لم يجدوا حتى مسكنا لأنفسهم، ويرتدي في عنقه قلادة بها تميمة متأملا منها أنها ستحميه من عين الشر والحسد، أو أنها ستجلب له القبول حتى يشتري أرضا أخرى يضع فيها مشروعه الجديد الذي يحلم به. فكم هو صعب أن تقنع طفلا يتساءل حول الوجود بأسئلته الصعبة والمستنيرة، وكم هو سهل أن تقنع رجل أعمال كبير بأن يرتدي قلادة وتميمة بخسة تسوى بضع سنتات لتوهمه أنه من خلالها مشاريعه ستنجح. فلا عجب أن فريدريك نيتشه جلس في زاوية صغيرة بعد أن دبت في جسده الأمراض، ومع ذلك يظل يتحدث عن جمال الحب والفكر الجديد، وقال حينها: هكذا تكلم زرادشت. فالإنسان العصري والإنسان البدائي ليسوا أكثر من فيروسات عجز العلم عن إيجاد لقاح لها. فحاول الفلاسفة تغيير ذلك الفكر البدائي من أذهان البشر، إلى أن الإنسان البدائي والإنسان العصري متوحشين جدا، ويصعب أخذهم إلى طريق الحق والحب والتأمل. فأجسادهم تمشي في العصر الحديث، ولكن عقولهم بدائية وتعيش في الزمن القديم البعيد، حيث تتواجد الأدغال وقانون عالم الغاب، حيث القوي منهم يلتهم الضعيف بلحمه وشحمه وعظامه. ولهذا نطق سقراط بفكره وفلسفته، ولكنهم لقحوه بالسم حتى خر جسده ميتا، وتوقفت حنجرته التي كانت تطرق بصوت الحق. فالإنسان العصري لا يزال بدائيا جدا، فالغريزة الحيوانية لا تزال تطن فيه ويظن أنها غريزة مقدسة، فتجدهم ضد رؤية الحب وضد الجنس، ولكنهم لا يبالون برؤية الحروب وسفك الدماء. فتلك غريزتهم وتلك أصولهم الداروينية التي لم يتطوروا منها بعد. فعذرا داروين، نظريتك ليست مكتملة، فلم تتطور البشر من القرود والأيبس حتى أصبحت بشرا، فهم لا يزالون يتسلقون الأشجار ويأكلون الموز في عام 2020، ولكنهم تقمصوا جسدا بشريا ليس إلا. فالوعي الجديد الذي أود أن يجعله يخرج للضوء هو الوعي الذي يحمله الجيل الجديد الذي كسر الأصنام القديمة الموغلة بالأساطير، الجيل الجديد الذي يحمل في يده عصات بها شعلة نار الحقيقة في قمتها، وتقول بصوت عالي: نحن جيل يختبر التجارب في مختبرات الروح إذا كان الأمر عميقا ويتطلب التأمل، ونحن جيل يختبر التجارب في المختبرات العلمية إذا كان الأمر يتطلب فهما لشيء ملموس ومادي، وغير ذلك ما تبقى هو وهم وأساطير. فهذا هو الوعي الخطير. هؤلاء هم المتمردين الذين جلسوا في قلعة أخطر جلسات التأمل وتلقنوا التعاليم والأسرار واختبروا الذات التي فيهم، وبلغوا الكمال الذي لا فيه عقلانية ولا تقشف ولا أساطير الأولين ولا قصصا أسطورية ولا تعصب، بل تلقنوا التحرر من العبودية الفكرية حتى رحبت بهم مملكة الحب التي بها أنشدت الوجود الذي يطن بصوت أوم وحقيقة الروح وما تكنزه من أسرار. فرحلة الوعي تبدأ بقتل العقل وما فيه، وتنسف العقل البدائي الذي يزال يحرك الفكرة القديمة في جوفه كما يحرك الإنسان البدائي طعامه في طبقه مستخدما عظام الديناصورات ليخلط طعامه.
فلنتوقف، فلنتأمل، فلننسف القديم، فلنصبح فارغين حتى نتحد بالكون ونصبح هذا الوعي الجديد الذي أود منه أن يخرج للضوء، لنستيقظ، لنحب، لنكتب الشعر، ولنجلس بجانب النهر، لنحيي الحكمة القديمة، لنكتب القصائد، ولنرقص رقصة كلاسيكية، ولنحيي الحب وما فيه، ولنختفي في العشق الوجودي والعشق الكوني.